مخاطر جمة تهدد القطاع الزراعي في العراق، على رأسها غياب التخطيط الاستراتيجي الحكومي وأزمة المياه المتفاقمة، الأمر الذي أدى إلى زيادة مساحات الأراضي المتصحرة على حساب الأراضي الزراعية، حيث يفقد العراق سنوياً ومنذ أعوام عشرات آلاف الدونمات الزراعية. من المتوقع أن تكون هنالك سنتين جافتين قادمات راح يأثر بشكل كبير جدا، أيضا راح تنحصر الأراضي الزراعية ويكون تمدد للصحراء، مما ينعكس بشكل كبير جدا على قوت ومصدر رزق لكثير من العوائل. اليوم يجب أن يكون هنالك تدخل سريع من خلال توفير معدات الزراعة الحديثة ومعدات الري الحديث وتبسيطها وتقليل سعرها للفلاحين من أجل استخدامه، بالنتيجة ترشيد استخدام المياه. كانت أراضي زراعية وبساتين ممتدة تربط بغداد بديالة، هسه يعني أصبحت جرداء، أصبحت أراضي يعني لا زراعة لا شيء، انهملت هذه الأراضي وفدنوا، يعني لا اكو فد مسؤول انتبه عليها، لا اكو شيء عاين عليها. خبراء اكدوا ان من بين الاسباب الرئيسه التي ادت الى تصحر الاراضي الزراعيه في العراق هي تغير الخارطه المائيه للبلاد، خاصه في السنوات الاخيره. سنويا في حدود 20 الى 30% في مناطق العراق تتعرض للجفاف، وفي حدود 50% في بغداد تتعرض الى الجفاف نتيجة الآثار المترتبة على قلة المياه الواردة. إضافة إلى هذا، أشهر رفد فيما يسمى مصطلح رفد المائي وهي الثالث ورابع ذوبان الجليد، هالسنة ماكو مياه، ماكو برودة، ماكو أمطار، ولذلك جليد قليل جدا، ولذلك أثر على انخفاض المناسيب اللي موجودة. نتيجة عدم وجود خطة استراتيجية للمستقبل من حيث الزراعة ومن حيث المياه، ستكون الخمسة أعوام هي جرس الإنذار، وتكون في العشرة أعوام القادمة هي البداية الحقيقية لنهاية الزراعة العراقية. لماذا؟ هناك عدة تغيرات. أولا الخارطة المائية للعراق، دول الجوار، الجهة الشرقية خمسة أنهر تغير مجراها، الجهة الشمالية هناك سد أوسلو وخمسة سدود كبرى. ورغم تحذيرات تقارير دولية عديدة من خطورة ما يهدد الزراعة في العراق، لم تبادر حكومات ما بعد عام 2003 بالقيام ما من شأنه أن يعالج هذه الكارثة، التي وإن استمرت فإن أرض السواد ستتحول خلال أعوام لصحراء جرداء قاحلة.